مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقاش الليلي الذي نناقش معكم كل يوم موضوع. موضوعنا اليوم هو ارتفاع الكبير للمواد الغذائية للحوم للدجاج للخضروات للفواكه، جميع المواد الغذائية طال ثمنها وبشكل كبير وكبير جدا. فالله يلطف بنا والله يرحمنا والله يعطينا الخير بإذن الله. واش نظركم هذا الغلاء راجع بالأساس إلى الجفاف وندرة المياه أم أن هناك أسباب أخرى؟ إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر، واللي من خلاله كيف ما ذكرت كنناقشوا معكم موضوع ديال ارتفاع الكبير للمواد الغذائية للخضروات للفواكه للحوم. واش نظركم مشاهدينا الكرام هذا الارتفاع الكبير راجع بالأساس إلى الجفاف وندرة المياه أم أن هناك أسباب أخرى وراء ذلك؟ لربما السبب الرئيسي في هذا الارتفاع فهو كيف ما ذكرت ارتفاع راجع بالأساس إلى قطاع الأمطار، قلة الأمطار والجفاف ديال ماشي غير ديال السنة، فثلاث سنوات متتالية كلها كتمر جفاف. نتمنوا الخير إن شاء الله في قادم الأيام بإذن الله، لأن فعلا الوقت زيرات، الوقت بغى الشتاء، اللحم غالي. علاش غالي؟ حيتاش العلف طالع. العلف علاش طالع؟ حيتاش الربيع ما كاينش، حيتاش التبن ديال العام اللي فات ما كاينش. هذه معادلة بسيطة، إذا اللحم غادي ناخذه غالي. علاش الخضرة غالية؟ الخضرة غالية حيتاش الماء قل في البيار، داك مول البير اللي كان كيفلح 4 قطارات 5 قطارات ولا كيفلح قطار نص قطار فقط ما كيفوتوش لا أقل ولا أكثر. علاش الفواكه غالية؟ نفس السيناريو للخضر ينطبق على الفواكه. إذا الكل يدور ويتمحور حول الماء، كل شيء على الشتاء. الله يرحمنا يا ربي، الله يرحمنا والله يعطينا الشتاء الخير يا ربي. تمنوا بإذن الله الأمور تقاد وترجع إن شاء الله كيف ما عهدناها، كل شيء موجود عندنا والأثمنة كتكون مناسبة لا بالنسبة للخضروات ولا بالنسبة للفواكه ولا بالنسبة للحوم. إذن دائما مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر، واللي من خلاله كيف ما ذكرت كنناقش معكم موضوع ديال الارتفاع الكبير للمواد الغذائية الخضروات الفواكه اللحوم. كما ذكرت مشاهدينا الكرام ارتفاع كبير لجميع المواد الغذائية الخضروات الفواكه، أكيد إن شاء الله أثمنة تنخفض. تحياتي لكم، تحية لكل المتتبعين ديالنا أينما كانوا سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. كيف ما ذكرت ارتفاع مهول للخضر وللفواكه وللحوم ولجميع المواد الغذائية، فنتمناو يا رب الأثمنة نخافض بعض الشيء إن شاء الله، أثمنة ترجع في متناول الجميع. ونتمناو إن شاء الله الشتاء، أكيد إلى جات الشتاء أكيد الخير غادي يجي معها بإذن الله. إلى هنا مشاهدينا الكرام أودعكم،
دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.